صباح الخير مرة جديدة مشاهدينا متابعين بي لايف بفقرة بي بوزيتيف. مش عم تزبط معي اليوم، معنا سحر عطية، حضرتك ممرضة مسؤولة عن أقسام الأمراض السرطانية بمستشفى جبل لبنان الجامعي. صح. واليوم رح نحكي عن موضوع أساسي مهم كتار منا يا أما شفناه وعشنا معه ببيوتنا يا أما حالياً عم نعيشه نحن أو مع أفراد بعائلتنا، وهو أهمية الممرض إلى جانب مريض السرطان وأهميته مش بس للمريض بركي كمان للعائلة إن جنرال. بداية يعني حضرتك عندك خبرة كتير طويلة، لك أكثر يمكن من 20 سنة بتشتغلي بهالقسم، وشغلك مش بس بيقتصر على قصة الممرض العادي، ولكن كمان عاملة كتير دورات بتختص بالنفسية وعلم النفس اللي بيجي من خلال هالعمل اللي بتقوموا فيه. بداية إذا بدي يعني لنبلش من الأساس، فكرة مرض السرطان والنظرة اللي عنا إياها بالمجتمع اللبناني لما بنحكي عن مرض السرطان والأشخاص المصابين فيه، من وجهة نظرك وخبرتك كيف بتلاقي المجتمع اللبناني بيطلع هالموضوع؟ هلا كمجتمع إذا بدك فينا نقول تحسننا كتير عن قبل، بس بعدنا لهلا بنسمع أشخاص بينقذوا وقت يسمعوا فكرة سرطان وبيعتبروها مثل تابو، يعني هيدا الشيء اللي ما منسميه حتى ما بيقدروا يسموا فكرة السرطان. هلا كمان هيدا الشيء ناتج إذا بدك ما فينا نلوم المجتمع، لأن إذا بتلاحظي شو ما بتحضري مسلسلات أفلام ما بتسمعي إلا عن أشخاص ماتوا بالسرطان، يعني بفرجوكي بالفيلم في حدا طلع عنده كانسير ومات، بعائلتك بالانفيرونمون تبعك على طول بتسمع عن اشخاص طلع عندهم كانسير وماتوا. يعني حتى اذا انا بدي اسالك لك بحياتك كم مره سمعتي عن شخص شفي من السرطان؟ قليل كثير يعني، وصراحه بتحسي بكثير من المحلات اوقات في سوداويه بهذا الموضوع. مزبوط. مثل ما حضرتك مزبوط. عم تذكري، بس هو بالواقع اذا بنجي بنشوف كثير ناس صحوا من السرطان، في ناس صار عندهم سرطان بعمر صغير او بعمر العشرينات وصحوا وتجوزوا وصار عندهم اولاد، في ناس بيقولوا لك انا من 20 سنه كان عندي سرطان. انا بتمنى لو هودي الامور بيتضوا عليها مرات ببرامج مثل هي لحتى العالم تعرف انه السرطان منه هالقد هالمرض اللي كثير بخوف اللي ابدا ما بيشفى، هذا الشيء اللي منه مزبوط، بالوقت اللي في امراض ثانيه بالحياه كثير اصعب. حلو انه نشوف هالايجابيه اللي عم تحكينا عنها، وخاصه لما عم نحكي عن ممرضه اشتغلت على فتره 20 سنه مع اشخاص عم بيعانوا من هالمرض. اليوم لما بتكونوا بالشغل بتعرفي خاصه بلبنان وبمجتمعاتنا اوقات بنخاف، ومش مثل بدول برا هيدا الشيء واجب علينا نخبر المريض انه عنده مرض السرطان لانه بنعتبر حالنا عم نحميه الى حد ما. حسب خبرتك كيف يعني قديه بتلاقي هالشيء مزبوط؟ هل فعلا المريض اللي بيجي ليتعالج وما معه خبر انه هو عم بيعاني من المرض هذا الشيء صحي؟ انا بشكرك على هالسؤال لان صراحه هذا الشيء كثير بنعاني منه. ما بدي انكر انه تحسننا عن قبل، بس هو كثير مهم، وانا بوجه لكل العالم اللي عندهم ديجا مرضى سرطان او اللي ممكن يكون بعائلتهم حدا، اهم شيء نخبر المريض عن الحقيقه، ابدا منه صحي انه ما نخبر المريض. هلا كمان صار في اجراءات بالمستشفيات عم تتبع صار لفتره انه ممنوع نعطي الدواء اكيد بدون ما المريض يمضي شيء اسمه كونسنت ومكتوب انه هو عم ياخذ علاج كيميائي. هلا للاسف انه العالم بتشتغل عاطفتها كثير بالاول، وكلهم اذا بدك اذا بتسمعيهم بيقولوا لك انا مريضي ما بيتحمل، انا مريضي ما بيتحمل يعرف انه عنده سرطان. هلا هن نوعا ما بيكونوا عم يعملوا بروجيكسيون على حالهم انه هن ما بيتحملوا بالوقت اللي المريض بيتحملوا اكثر منهم. وانا بدي اقول شغله كثير مهمه، ما في مريض ما بيعرف ابدا ابدا. في فكره بدي ضوي عليها انه الاهل يلي فريمان بضلوا مصرين من بعد ما نحن نحكيهم او الحكيم ونوجه لهم القصص الواقعيه بضلوا مصرين، بس هودي عم بيكونوا بطريقه غير مباشره عم ياذوا مريضهم. ليه؟ لانه هو حاسس انه في شيء وعارف ضمنيا بس ما قادر يحكي عنه. انا على طول بقول لهم للاهل حيلا حدا منكم تصير معه مشكله بحياته اليوميه اذا ما شاركها مع حدا وبكي وصرخ وعيط وهيك ما بيرتاح. صحيح. عم تجبروا مريضكم يعيش مع هاي المشكله بدون ما ويكبتها فانا بشجع كل العالم انه يخبروا،
هلا الاكيد انه الاهل بيكونوا عن نيه طيبه ونيه نظيفه، ولكن يعني المريض بيكون عم بنخليه يعاني لحاله، وهون الخطوره بركه بالموضوع. 100%. حضرتكم لما بتقوموا عم تقوموا بواجبكم كممرضين بتعطوا الادويه وهيك، مثل ما قلت يعني انت اشتغلتي على كثير دورات واشتغلتي على حالك من ناحيه النفسيه، قد ايه اليوم مهم عمل الممرض النفسي مع المريض وعائله المريض، وكيف يعني بتمارسوها على الارض؟ هلا هي فكره انه واحد يفوت على المستشفى حتى اذا مش كانسير، تبقي لو عمليه لو شو ما كان فايته ستريسي، حاسه الانفيرونمون كثير غريب عليكي، فكيف اذا جاي بفكره انه سرطان وفي علاج كيميائي؟ حتى العلاج الكيميائي في ناس ما بعرف شو بتتخيلوا لما بنقول لهم هو اللي حيكون حط لكم ابره وبالمصل، قلنا اه عن جد بس هيك. فنحن منجرب دورنا كثير اساسي بالاكاي تبع المريض بالاول، باستقبال المريض لحتى نحسسه انه انت اذا بدك رح تكون مثل بين عائلتك هون، لان رح يكون مشوارنا شوي طويل معك. فهون كثير مهم كيف نستقبل المريض، كيف نريحه، كيف نساعده يكون قريب منا ويكون هو مرتاح معنا، يعني بمساحه امنه اذا فينا نقول. يحس حاله مزبوط بمساحه امنه. على طول منحس اول مره بتكون صعبه، بس المرات اللي بعد بتكون اهون على المريض، عارف حاله وين جاي، عارف انه بده يوصل يشوف هالوجوه اذا بدك اللي عم تضحك عم تبتسم، بصير يسال عن ممرضات معينين، واكيد هون كمان الحكمه دورهم مهم. فالممرضة مش بس انه تعطي الدواء والعلاج، بهيدا الكوتي دورها كثير مهم للمريض ولأهله. ذكرتي انه اليوم بيوصل المريض لما بشوف اشخاص مبتسمين، هون بلشنا بهيدي الإيجابية. إذا بدنا نحكي عن أمور براكتيكال بتنعمل مع المريض أو مع أهل المريض، هل أنتم بتحكوه عن شو رح يكون ناطره، كيف بده يتعامل مع الـ يعني السيمبتومز اللي رح تصير من وراء العلاج، كيف بصير التعامل مع الأهل؟ وأنا كشخص بقول لك عن خبرة شخصية، كان عنا معاناة بقلب العيلة، ما صار في عنا المتابعة اللي لازمة، يعني لسوء الحظ يمكن ما كنا من الأشخاص المحظوظين النفسية لهيدا الموضوع، وبالتالي أكيد فيها تنعمل بطريقة أحسن. كيف بتمارسوا هالشغلة مع أهل المريض والمريض بطريقة فعلية؟ أوكي، نحن عطول لما بيوصل المريض منعرفه عن حالنا. قلت شغلة كتير مهمة هو أنه نحن منشرح للمريض شو ناطره، كتير مهم يعرف المريض شو ناطره. ما منيح انه كل مره يتفاجئ انا عم بعطيك دم بدي اعطيك، لانه بصير يقول دم ليه انا شو بني؟ وقت تكون انا شرحت له مثلا انه الدواء رح يصححك من ميل بس بياثر شوي على الدم ببعض حالات السرطان مش كله مثل بعضهم، فهون رح يعرف انه صفا انا عم بحتاج دم، هودي من مضاعفات الدواء اللي صفا ومش لحالي كل المرضى مثلي 100%. فكتير مهم الادوكاسيون للمريض ولاهله، وهون المهم الشفافيه تبعنا، كرمال هيك نحن بنقول لهم للاهل نحن ما فينا نكذب على المريض، ما في يقول له جاي اعطيك انتيبيوتيك لانه ما بيقعد عنده ثقه فيه، ولانه هو لما يجي نهار ويعرف انه عنده كانسير رح يحس هيدا الشيء كثير جراف، والا كانوا خبروني. كيف بنشتغل على الاهل؟ الاهل اذا بدك انا شخصيا مرات كثير بشتغل على الاهل لحال، عرفتي؟ لانه مرات دغري هن والمريض رح يعملوا ردات فعل المريض بينقذ منها، فبنقعد مع الاهل وبنشرح لهم، اعتبري بقى نحكي عن هر الشعر اذا بنت صبيه اتسترا، بنشرح لهم كل هاي الامور برا، بيعملوا ردات الفعل برا، بنساعدهم وبنفهمهم قد ايه مهم يكونوا هن بوزيتيف قدام مريضهم. هذا الشيء رح يساعد المريض يتقبل انه لما بيشوف مدامته حست انه سافا او امه او، فهذا الموضوع كثير بيساعد بهذا الناحيه. يعني حكينا عن المريض، حكينا عن عائله المريض، ولكن كمان الممرض هو شيء اساسي. بعد خبره 20 سنه مع اشخاص عم بيعانوا ومع عيال عم بتعاني، اكيد مثل ما قلتي في كثير اخبار ايجابيه موجوده، ولكن التاثير على الممرض وقديش اليوم الممرض بده كمان يشتغل على نفسه ليقدر يستمر ويعطي، قد ايه بياثر انك تشتغلي باسم السرطان ويكون عندك هالمجهود اليومي مش بس بالشغل ولكن بالشغل النفسي؟ هلا على طول لما بيسالوني مثلا وين بتشتغلي باسم السرطان، يعني حتى هلا هي انه السرطان أكيد العالم تتخيل أنه هيدا الشغل كتير صعب، هو مزبوط صعب خاصة بأول فترة بتصير تعملي بروجيكسيون على عائلتك، على يعني إذا بتشوفي ولد بتصير لا سمح الله تفكري أنا إذا ابني، وفي شغلة أنه نحن منعيش مع المريض فترة طويلة، العلاجات كلها مينيموم 6 أشهر ومرات بتطول أكتر، ف منعيش مع المريض يعني هذا بيصير جزء منا، بيصير صديقنا، بيصير حدا من العائلة. الفصل قد ايه بيصير صعب انك تقدري تفصلي؟
هالحالة عنك كشخص؟ لا، هون نحن بنشتغل على ممرضاتنا انه يعرفوا كيف يكونوا قراب على المريض وبعد بنفس الوقت، يعني كيف يحسسوا المريض بهالراحة بانه هن حده ويحس بامان، وهن نفس الوقت ما يحملوا مشاكلهم على بيوتهم. بنشتغل كثير على هذا الاساس نحن. هذا شيء كثير مهم. وتقدروا انكم يعني اليوم لما يعني عم تفصلوا بين المريض وعم تفصلوا، ولكن هل انتم بتقدروا تقوموا بهالمجهود لحالكم، ولا بيصير في متابعة كمان من قبل المستشفى من ناحيه الموضوع كيف تقدري تتاقلمي مع هالشيء؟ 100%. نحن بطوابقنا على طول في بسيكولوج للمريض وبسيكولوج للبيرسونيل، فبضل كثير حريصين انه ننتبه كل شخص من الطاقم التمريضي انه يكون نفسيته ما عم تتزعزع لحتى ما نفوت بمشاكل، اكيد حريصين وبنضل كثير ننتبه. هلا انا بس بدي زيد نقطه هون انه يمكن العالم ما بعرف قد ايه رح تفهمني، انه انا بخبرتي حتى بشغلي مع مرضى السرطان قدرت اشيل اشياء كثير بوزيتيف. يعني انا المرضى كثير علموني اشياء بطريقه انديركت، علموني ما اعطي مشاكل الحياه اهميه كثير كبيره. يعني انا بحياتي مش كل مشكله بتمرق معي بتخليني اقشط، مش بس انا عم بحكي كممرضه، وكل حدا بيشتغل بهودي الاقسام بتصور بيفهموني. فبتصيري تقولي انه انا بدي اقشط قدام هيك مشكله، انه ليكي هن قد ايه مشكلهم كبيره وعم بيكونوا قويه. بتعلمك انه لازم تحبي الحياه وتستفيدي من الحياه، وهذا شيء كثير مهم. حلوه هالايجابيه عن جد كثير، وعن جد انه اوقات بيعلمونا دروس مثل ما قلتي، مش بس مرضى سرطان ولكن كل انسان بيقطع بمحنه، وشو ما كانت المحنه بتخلينا نرجع نحط الامور بمحلها المضبوط ونرجع نطلع على الامور بطريقه شوي بيقولوا بالانجلش يو بوت ثينجز انتو برسبكتيف. يعني المشكله اللي لازم تزعل عليها وحجمها كبير، في قصص كثير لازم نتغاضى عنها بالحياه. لنتابع شوي بموضوع عبالي نرجع نحكي عن الايجابيه، ولكن قبل بدي اسال سؤال عن المريض. لما المريض بيترك السنتر اللي انتم عم تعالجوه فيه، هل لازم يصير في متابعه من بعد؟ يعني اذا شفي والخبر ايجابي وكلنا مبسوطين وفلينا من القسم، هل في متابعه لازم تصير؟ هل انتم كممرضين او كمستشفى بتتابعوا، او هل الموضوع بده يصير قصه العيله والمريض هو لحاله؟ كيف بتصير الامور؟ سؤال كتير مهم، لأنه هذا الموضوع هلأ إذا بدك بآخر سنتين كان كتير عم ينحكى عنه هذا الموضوع، لأنه كل العالم بتعمل مجهود، بنحضن المريض، الأهل، نحن، هو وساخن، هو عم ياخد العلاج، وإنفوا خلص العلاج خلص بيصير لحاله. هيدا الموضوع لازم كتير ننتبه له، انه نحن دورنا ودور الحكمة ما لازم ينتهي مع انتهاء العلاج. اوكي، هيدا الموضوع لازم يكفي بعدين. كيف بده يكفي؟ حاعطيك اكزامبل، مريضة السرطان بتاخد دواء على كذا سنة، في كتير أشخاص حسب فحوصاتهم بياخدوا حبوب على كذا سنة، أول فترة كل 6 أشهر وبعدين كل سنة بدها تعمل فحوصات. ما بتتخيلي هي شو بتكون عايشه بهيدي الفتره لو بينت انه هي قويه، لانه الاهل بيكونوا مرقوا بفتره تعبوا حسوا خلاص اعتبروا انه هي هلا صارت طمنوا بالهم وخلص. لا، هي بهالفتره كثير بعد بحاجه لسبور، بس سبور لوجيك، يعني كثره الاهتمام ما منيح. انه هي ولكن الترك كمان منه منيح، الترك ما منيح، لان في ناس كل ما بيقرب موعد الفحوصات اللي بدهم يعملوها بيعيشوا حزن وخوف كتير كبير. مفروض هون الأهل ينتبهوا لهيدا الموضوع، لأنه نحن منخاف إذا المريض تمادى بهيدا الشعور يهرب من الفحوصات اللي يرجع يعيدها، وبالتالي يرجع يعمل رشوت، أو ما نلقط إذا لا سمح الله عمل رشوت بأولها. هيدا الموضوع كتير مهم وكتير اشتغلنا عليه، ومنعلم المرضى، عم نشتغل بعدنا هن شو يسألوا حكيمهم، أنه أنا كل قد ايه بدي اعمل فحوصاتي، هول الادويه اللي عم باخذهم شو العوارض اللي ممكن يعملوا لي اياها بالبيت، لانه اذا هي منا عارفه رح تفكر انه رجع روجع على المرض. ما انه مزبوط، اي متى بحس او شو الاشياء اللي معقول تكون دليل انه روجع على المرض معي؟ انا اذا صار معي شيء ومضطره كنت ببلد ثاني، بدي بين ايدي ملف عن انا شو بني حتى اذا اضطريت اتحكم برا. كثير مهمين هودي عن جد قصص كثير كثير. في شيء اسمه سرفايفر شيب كير بلان، لازم تكون مع كل شخص بخلص علاجه، وعم نشتغل كثير على هودي المواضيع. سحر عطيه عن جد هالخبره كثير حلوه، والايجابيه اللي عم تحكي فيها انت بعد احسن
لأنه اليوم مثل ما قلت هي قصة كيف نحن بنطلع على الموضوع، كيف نظرتنا لهذا الموضوع، بتصور النظرة الإيجابية كتير مهمة. حضرتك اليوم جبت لنا معك فيديو بينقل شوي زيادة الإيجابية اللي عم نحكي صح. عنها رح نشوف مشاهدينا الفيديو سوا ومنتابع. You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. واو، عن جد هالفيديو هو من أكثر الفيديوز اللي أثروا فيي أنا هيدا السنة، والجملة اللي نهيت فيها عندي 2% إني أعيش بس 2% مش صفر. إيه هون بتعكس البوزيتيفيتي، نحن لما بنكون بوزيتيف بدنا نكون عندنا كثير مشاكل ونكون بوزيتيف، وقالت جملة هي بتنطبق علينا كلنا إنه نحن ما لازم ننطر للحياة ما تعود صعبة علينا لنقرر نكون سعداء، لازم كل يوم نجرب إنه نحن نكون سعيدين. فكتير مهم. ميرسي كتير على الفيديو سحر. رح ننهي فقرتنا اليوم في سبورت جروب عبالك تحكي عنه تخبرينا شوي عن الموضوع. صح. أنا بجمعية بربرا نصار عاملين مثل سبورت جروب عم يتحضر له، رح يكون اجتماع أو اثنين بالجمعة لأشخاص عندهم هذا المرض حبوا يتشاركوا مع غيرهم. نحن حكينا بلايف من حوالي الأسبوع بتفاصيل عن هذا الموضوع. مزبوط. فنحن بنطلب من كل شخص أنه رح يكون في رقم هلأ على الواتساب أنه يسجل اسمه نوع المرض اللي عنده لحتى نقدر نتواصل معه. رح يكون في له دورات تسقيفية حسب مرضه، رح يتلقى بأشخاص عندهم نفس المرض، وأكيد هذا الموضوع رح يكون كتير مفيد له. الرقم عم يمرق معنا على الشاشة. سحر عطية، ممرضة مسؤولة عن أقسام الأمراض السرطانية بمستشفى جبل لبنان الجامعي، بدنا نشكر وجودك معنا كثير وعلى المعلومات الرائعه، وان شاء الله يا رب تضلك بهمتك وبهالايجابيه، لانه نحن عايزين كثير ايجابيه، وخاصه باللي انتم عم تعملوه اللي هي رساله كل يوم بتقوموا فيها. يعطيك الف عافيه. انا كمان بدي اتشكركم، خاصه انه عم بتضووا على مواضيع هالقد مهمه، ويعطيكم الف عافيه. ميرسي للانتيفيو. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا وقفه كثير سريعه ومتابعين مع ايت ستوب ايت سمارت.